أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا رجل أتيت إلى الرياض من دولة عربية، ولقد من الله تعالى علي بإعفاء لحيتي، ولكني إذا ذهبت إلى بلدي يأتيني ضرر بسبب إعفائي للحيتي، أو يأتي ضرر لأحد من أهل بيتي، فهل لي أن أحلقها مع أنني أريد أن أتركها؟ لا، اصبر على دينك وعلى السنة، ولن يأتيك ضرر إن شاء الله. إذا لم يحصل منك إخلال بالأمن أو أفكار سيئة فلن يضرك بإذن الله، ولكن اثبت على دينك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.